شو هاد يا مو مسموع صوتهم؟ أنا طالعة، لبس الطقم الثاني ونادلي. بس رح نرجع نحكي. منشوف. ما تقولي منشوف دجلة، رح نحكي. ماشي، نحكي. صحك تقولي له لبارش إني هون اتفقنا؟ ليش بقى؟ كان في مشكلة بالفستان وعم بيزبطوا لي إياه، ولهيك إجيت. في كم تعديل رح يعملوهن هلأ. إيه ما فهمت. بارش ما بيهون عليه زعل ابنه، بيزعل كتير ما بيسخى فيني، ما بدي ينتزع مرأقه هلأ. أصلاً مو حرزانة المشكلة رح يحلوها فوراً. ما تقلقي ما رح قلو شي، اطمني. انتو شو عم تعملوا؟ كيف أموركن يعني؟ بارش عم يقيس لطقمي اللي حضروا له ياهم، وأنا عم صورهم وبعتهم للميس خانو. طيب يلا لأكان روحي. خلينا ندخل بقصة هاندا، نقلنا أنه عملت لنا مشكلة. أو مين الممثلة اللي بورجين مو صحبة معها؟ ما بعرف. لك خلينا نلاقي أي اسم نقلنا أنه هاندا رح تلبسها الفستان اللي صممت لك إياه إليك، ومنقلنا أنه رح تطلب تعويض كبير كمان. لا ما رح يمشي الحال، عم تقول أنه بتدفع التعويض من جيب تلاميس وفوق هيك شو رح نعمل بلواند بيك؟ طيب معناتها رح نحكي مع لواند بيك ونعطيه حقوق الرعاية بأعمال بورجين الجاية بالكامل له، شو بدنا نعمل؟ ما في غير هيك. انت بتعرفي انه ما رح يتنازل عن رعاية حدث مثل المهرجان. شو رح نعمل؟ دجلة مرحبا. عندك حق لميس خانوم، الحق علي، عن جد ما كان لازم اقول هيك شيء ابدا، انا بعترف. اسفة. على القليلة بتعرفي انك غلطانة وهذا الشيء بيشفع لك شوي. والله مو بقصدي. خطر شيء ببالك؟ شو بده يخطر ببالي بثانيتين جلال؟ خلاص ما تخنقني كرمال الله. هلأ احتمال إذا سمعت من حدا غريب يعني ممكن إنه تغير رأيه، بس مني ومنك ما رح تسمع. محلولة، لقيته للحل مش الحال. نحن مو ما فينا نصارحها لبورجين خانو، ايه؟ ورفقاتها كمان ما فيهم يكونوا صريحين معها. معناتها شو الحل؟ بدنا طرف محايد. مين مثلا؟ ركزوا معي. إذا هي قبلت تعطي لرفقات الموديلات يلي هي صممتهم لحتى يلبسون وينزلون على الانستغرام، وأقنعناها إنه ما بدنا نحط اسم يلي صممون مشان نقدر نزيد فضول الناس ونزيد المبيعات، وقتها مننزل الصور بدون اسم بورجين خانو ومنقول إنه في ماركة منزل هدول التصاميم لهذا الموسم. ولما ما ينذكر اسم بورجين على التصاميم المتابعين رح يكتبوا آراءهم الحقيقية. تماماً هيك، ولما الكل يكتبوا رأيهم الحقيقي ما منكون نحن اللي خبرناها أنه تصاميمها بشعة، الناس هنن اللي حكوا، وبهالطريقة رح تنجبر أنه تلبس من مجموعة هاندا خانو مثل ما تقرر، وهيك سبونسر المجوهرات ما بيعود بينسحب وما مندفع تعويضات. برافو عليك يا بنت. بتمنى يجيب فايدة، معناها خلونا نجرب فوراً. استنوا. ها ألو حياتي، شو أخبارك بورجين؟ لا ما وصلني شي بالبريد، ليش انتي بعتي لي شي؟ لا لا ما اجاني ابدا. ليكي شو رح قلك، خطرت لي فكره روعه من شوي، تمام؟ يعني بتخص السوشيال ميديا، انستغرام وغيره. اسمعي اسمعي الفكره كتير رح تعجبك. شو رايحه؟ مو رايحه على المطعم الايطالي انا ونجات؟ بما انه رايحه انا كمان رح روح. ساعتين وانا على قلبكم انبسطوا.
حكيت الصبايا ورح يشاركون على الانستغرام. فكرة كتير حلوة جلال، عن جد شكرا. الله يجيرنا. ألو لوان بيك، تفضل. أهلين. أي طبعا طبعا، أنا حكيت مع بورجين خانو مشان فكرة تغيير الفستان وهي اقتنعت. ما تقلق أبدا، محلولة إن شاء الله. أنت خليك رايق، ما راح يكون في أي مشاكل بكرة. إيه تمام، شكرا، الله يعطيك العافية. نجات، شو رأيك ننتقل لطاولة لشخصين؟ مستحيل. ليش؟ لحظة بس، ما يكون جاي حدا يقعد معنا؟ قلي نجات لو سمحت، مين اللي جاي؟ بس فهمني. في كم شخص حابب أعرفك عليهم. لك انت ليش ما خبرتني؟ انت ليش ما بتحكي؟ انت ليش بتحطني تحت الأمر الواقع هيك؟ ما خطر لي انك رح تعصبي كل هالقد. اوكي، ما عصبت انا. انا كل القصة لما تصير هيك شغلات من غير علمي، انا لما بيكون عندي خبر. بس بتصير بالحياة بعض الأمور بدون علمك، مزبوط؟ ما بتصير، وبالذات بهيك علاقة مستحيل، ما لازم تصير. لا تأخذني، لازم رد. ألو، نعم جلال، تفضلوا. شو؟ شرفي. أهلين وسهلين. مرحبا. مرحبا. إيه بس دقيقة كرمال الله. بس دقيقة، شو الأخبار؟ مرحبا. كيف؟ أهلين وسهلين. مرحبا. كيف؟ مرحبا. أنا لميس، أهلا وسهلا. أهلين. 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 مرحبا. لا تأخذوني، عندي مكالمة شغل ضرورية بالإذن. تفضلي. إيه عم بسمعك جلال. رفقات بورجين شاركوا التصاميم ولهلا ما في ولا تعليق مشي عليهم. طيب خلينا نستنى شوي. قلت له للوند بيك إنه حليناها. لك ليش لا تقول للوند بيك إنه حليناها؟ كنت ماطل معه شوي جلال. شو بيعرفني لميس؟ كلمة وطلعت من تمي. أنا من بعد هلأ بحول لك يا وانت بتبقي بتفهميه. هلأ بس تمرق نص ساعة أكيد رح يجي تعليق مو حلو. إذا بتحبي أنا بكتب شي من حسابي الوهمي. ليش أنت عندك حساب وهمي؟ شلال المشاعر 1999. ليش أنت ما عندك؟ لا طبعا، ليش ليكون عندي؟ ما بعرف، يعني ما خطر على بالك أبداً تسمعي حدا من رفقاتك أنتي سمنانة بهالفترة؟ أو حدا تكسري له مقاديفه؟ طبعاً ما عندك، لك أنتي ملاك يا بنت. إمتى بدك تحكي مع بارش؟ ما بعرف، أنا قلت له ماشي منحكي بس مشان سكته ونخلص شغل بسرعة. برأيي أنتي قررتي وهذا الشي واضح، لهيك حكي إذا بدك. ما رح يصير شي بيناتكن من هلأ ورايح. برأيي فيكن تحكوا مثل أي اتنين رفقات. معك حق، ببعت له مسج شوي تاني. مفاجأة. انت امتى اجيتي؟ وكيف فتي لجوا؟ أخذت مفتاح حيا، حبيت أعمل لك مفاجأة. شوف شو طبخت لك، بس ما بعرف كيف طلع. قال أنت بتحب الباذنجان المحشي لحمة، أخوك هو اللي قال لي. أنا سألته وأخذت منه المفتاح. ما عصبت معي. وليش لحتى عصب؟ معناتها رح غسل إيدي وأجيكي. تمام، حلو. إذا بدك فيك تتصل، ممكن بدك يانا نحكي.
جماعة الوكالة تقبلوا الخبر بإيجابية، أو يعني أنا هيك حسيت، ما بعرف. سراج حبيبي. أي نعم. شوفي ولا شيء. شو كنت عم تقولي؟ عم قلك جماعة الوكالة حسيت أنه ما عندهم مشكلة معي. وليش ليكلهم؟ يعني بعدين أنت مو هيك، لا مع دجلة ولا مع غيرها. طبعا حبيبي، هي بس ما تتدخل بأمور بيسان، الباقي ما بيعنيني بنوب. حبيبي صاير شي؟ شوفي. لا لا لا، تعبان شوي، بقوم ارتاح، كملي أكلك دايما إن شاء الله. طيب سلامتك. مو معقول يا شو هاد؟ إذا بيعطوني يا بلاش ما بلبسه، عن جد مو حلو بنوب. أنا كتير حابة أعرف إذا في حدا رح يلبس هيك زبالة. والله أنا عجبني كتير، رح أشتريه وأبعته هدية لكل الناس المستغلصتهم، وبعدين بضلني عم نق عليهم 24 على 24 ليش ما لبسوه؟ إن شاء الله بترد عليهم، ناس فاضيين ما عندهم لا شغلة ولا عملة. على فكرة نجات حكالنا عنك. بتمنى يكون حكى شغلات منيحة. ايه اكيد. والله حكالنا انه بتضلك مشغولة كتير وما عندك وقت تحكي راسك. مزبوط هالحكي. بس اكيد عم تخصص لي وقت لإلي. ايه منيح كتير. ما هيك حبيبتي؟ طبعا. لازم رد على هالاتصال. اجليها لبعدين، شو رأيك؟ لا نجات، تليفون مهم ولازم رد. كان في شيء مو طبيعي. فعلاً حالي ما لا طبيعي. حياتي هدول الناس إجوا لهون لحتى يتعرفوا عليك. لو كان عندي خبر كان رح يكون أحسن. لو بتعرفي شو كان غير؟ نجات ما رح ناقشك بهالموضوع هون هلأ. لا تأخذوني، أنا مضطرة أني أمشي هلأ. من هلأ؟ بتمنى بالمرة الجاية يكون تعارف أطول من هيك، ما تتضايقوا لو سمحتوا. يلا بالإذن منكم. لميس إذنك معي. لميس لو سمحتي استني. كأنه خير. شوفي عن إذنكم. لميس لميس لميس، ممكن سيارتي لو سمحت؟ لميس لميس لميس، ممكن نحكي؟ لا نجاة أكيد لا، ما فينا نحكي، بيكون أحسن نأجلها لغير وقت. يعني بدك إيانا نأجل لحتى يتراكموا؟ لا ما عم قول هيك شي بنوب، بس أنا قلت لك من أول يوم التقينا فيه شغلي هيك طبيعته، بأي لحظة ممكن يطلع أي شي طارئ، لازم يقدروا يوصلوا لي 24 على 24 وما عندي صلاحية أطفي تليفوني. وأنا ما فيك تخصصي لي وقت، فهمت عليك؟ لا نجات أنا مو هيك عم قول. لك أنا ما بدي أكسر بخاطرك عن جد، بس بنفس الوقت أنا ما بدي أكذب ولف ودور عليك، أنا بس بدي أقول لك آسفة. لا ماني آسفة، مالي عاملة شيء أعتذر عنه، أنا هي هي حياتي، هيك كانت لحد اليوم ورح تضل مكملة هيك بعد اليوم، ماشي نجات؟ ليك لو سمحت فينا نحكي بهالموضوع بعدين؟ أنا لازم أمشي. مو ظابط معي أبداً ما هيك؟ يعني كيف بدي أقول لك؟ البيت انجان احترق معي والرز انخبص، شوفت عينك. ايه يعني شوي، بس اول تجربة بالنهاية. لك ما تكشري هيك، المحاولة بتكفي. عم فكر انه نطلع نتعشى برا. وانا رأيي من رأيك، بما انه ما رح نقدر ناكل هالاكل بنتعشى ومنروح على البار من هنيك. بس اليوم ما رح نطول، منضل شوي منشرب شي ومنرجع على البيت. مو خرج، عندي تصوير بكرة. إيه شو يعني؟ وإذا شو هالشغلة؟ اليوم ما فيني بيسان. إيه تمام، معناها بعد العشاء منيجي على البيت ومنسهر. بس نخلص رح وصلك على بيتك. ليش؟ ما بدك تقضي الوقت معي يعني؟ شو هالحكي هلأ؟ طبعا بدي، بس لازم أحفظ حواري.
بساعدك فيه. الليلة لا بيسان. طيب مثل ما بدك. لميس 90% من التعليقات بشعة، 90%. العالم هاجمين على الفستان من غير رحمة. برأيك رح يجيب فائدة؟ يعني برأيي رح يخليها تفكر على الأقل ومنشوف شو بيصير بعدين. شبكي صوفنتي؟ ولا شيء. كيف ولا شيء؟ خلص جلال، ما بدي أحكي بالموضوع. لميس؟ خلصنا جلال، فينا نضل قاعدين من غير حكي لو سمحت؟ معلوم فينا، ايه منقعد، منقعد قد ما بدك. معناها إذا حبيتي تحكي أنا قاعد ناطرك هون، تمام؟ عن جد شكراً كتير. العفو. بدو كلمة يا أسي يا عمري يوصيني انت احلى الناس في نظري جل من سواك قدري عيونك سود يا محلى لهون قلبي متولى احساسا عيونك سود يا محلى هذا الموضوع إذا بده ينحكى بيوم من الأيام بتكون صاحب القرار. أنا ما بحب سبب جرح لحدا مين ما كان يكون، لأنه سعادتي وقت بدي أبني على تعاسة غيري ما بتكون حقيقية أبداً. Sevdalardan, duygulardan, sakin
kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Açardım gecelerde, kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda. Sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. ايه شو اخر المستجدات بوضع بورجين؟ والله ما في اي مستجدات، قرت كل التعليقات ونرفزوها كثير، بس لساتها مؤمنه انها موهوبه كثير. لا تؤاخذني، تفضلي. انا فكرت انه هالفكره رح تجيب فايده. شو يلي صار؟ بعدين بحكي لك، ما في شيء مهم. لواند بيك شو صار معه؟ ما رح ينسحب من عقد الرعايه، ما هيك؟ رح تحلوها، ما هيك لميس؟ رح نقدر نشوف بورجين على المسرح بالافتتاح. شو جلال؟ ما رح نسمح انه تتبهدل ممثلة من عنا بافتتاح مهم كل هالقد. طبعا ما رح نسمح. ايه اكيد عيون الكل رح تكون علينا الليلة. ها لا سمح الله اذا صارت فضيحة رح يضلوا يحكوا فيها سنين، وانا ما بتمنى يصير هيك شيء، بس اذا وصلنا لطريق مسدود. مستحيل، اذا اضطريت رح روح وشقوا لهداك الفستان. ايه بعملها، انتو ما بتعرفوني. يا ريت لو فستان واحد، انت بتعرفي كم فستان هني؟ ايه بس نحن ليش ما بنحكي مع بورجين بكل صراحة؟ حياتي هدول الممثلين حساسين، بيتضايقوا وبياخدوا على خاطرهم دغري. بيحملوا حالهم وبيمشوا، بيقولوا عم عيش اكتئاب المهنة، لا تآخذوني.
بعدين بتطلع عيوننا لحتى نقدر نرجعهم مرة تانية. يعني لازم نعمل هالمواضيع من غير تجريح أو كسر خواطر. رح نحلها، أنا مؤمن الإيمان نص الحل بالنهاية، مو هيك؟ إيه الله يستر. رح نشوف المساء. فريدة ليش ما أجت اليوم؟ مريضة شي؟ لا، لسه من شوي كانت بمكتبة. شوفي شوفي شو عم يصير. يلا يلا